اوكي بدنا نعمل هلا بلوت لهاد الترانسفير فانكشن اللي موجوده هون راح احولها اول شيء لجي اوميجا وراح اخلي هذول كلهم واحد فبتصير عندي هلا هاي اف اوف جي اوميجا محل اس ايش بحط؟ جي اوميجا بصير عندي جي اوميجا زائد واحد جي اوميجا زائد خمسه نقسم البسطو المقام على خمسه خليني اخذ رقم اسهل شوي من هذا الرقم خليني اخذ هون 10 ماشي كويس ممكن ناخذ 10 فبصير عندي هاد هون 10 هلا بصير عندي بقسم البسط المقام على 5 بصير عندي هون 2 هون عندي 1 زائد جي اوميجا وبصير عندي هون هلا قسم المقام 1 زائد جي اوميجا على 5 رح تصير مش هيك؟ والحد الاول اللي هو واحد لازم انا بقسم واحد من المضروبين في بعضهم الاثنين مضبوط؟ بقسم هذا ما فيش حاجه بدي اقسم هذا بقسم اذا هاي مكافئه لهاي اضرب في خمسه راح يرجع معك كل شيء زي ما بنعمل انا هاي واحد زائد جي على جي واحد جي اوميجا على خمسه راح احولها هاي الخمسه راح تصير او خليها خمسه خلص هيك صار مضبوط صار عندي هلا اوميجا 1 بتساوي 1 راديان بير سكند واوميجا 2 بتساوي 5 راديان بير سكند وفي عندي كي بشيء ما ننسى الكي، كي قديش قيمتها؟ 2 خلينا ناخذ من هلا 20 لوج 2 ف 20 لوج 2 شو بتساوي عندي؟ لوج 2 كلها تقريبا 1.3 مش هيك؟ تقريبا هاي بتصير 6 6 تي في بلس مش هيك ليش بلس؟ اكبر من 1 فايش رح تعمل في كل البلوك بس اخلص؟ شو بترفع فوق؟ 16 هلا خلينا هون نحاول ناخذ خلينا ناخذ هون خمسات اذا بنقدر ارفع 6 دي في 6 دي في لو ارتفعت من هون خلينا اعتبر انه هاي 0 دي في هاي ناقص 5 ناقص 10 ناقص 20 لا ناقص 5 خلص ناخذ ناقص 10 ما في مشكله ناقص 10 دي في ناقص 20 دي في ناقص 30 ناقص 40 ناقص 50 هون الوحده دي في وهذا طبعا هون الجيم بلوت لهذا السيستم نحط تحته الفيس بلوت وناخذ الفيس بلوت ناخذ نفس الشيء خلينا ناخذ هون رح ابدا هون من 0 ديجريز لانه هذا كله لاعب من هون خلينا نفترض هاي ناقص 45 ناقص 90 ناقص 135 وناقص 180 هاي 0 45 90 135 هون عندي ناقص 180 فنحط الابسس هون هلا الفريكونسيز اللي بتهمني خلينا نحط السكيل هون من راديانز بير سكند بدك طبعا تحدد السكيل تبعك بكير اه بدك تقول شو السكيل تبعك عشان نقدر نشتغل عليه خلينا نشوف الفريكونسيز اللي يعني انا عندي 1 راديان بير سكند و5 راديان بير سكند شو رايكم ناخذ؟ 2 ناخذ 2 بكفي عندنا مش هيك 2 عندي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 لو اخذناها 20 بصير فرح ناخذ هلا 2 بلوكس كل 2 بلوكس هون رح يساوي 1 راديان بير سكند او 1 ديكيد بس عفوا هلا رح يصير عندي لا بدنا اكبر من هيك بدنا اكبر من هيك خلينا ناخذ كل خمسه بلوكس فاذا جينا اخذنا خلينا نفرض هون اخذنا هذه كانت 1 راديان بير سكند لما نضرب في 10 شو رح تصير عندي؟ 1 1 2 3 4 5 فهذه رح تصير عندي 10 نكبرها اكثر خلينا ناخذ 10 بلوكس 1 راديان 1 ديكيد فبتصير عندي 1 واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هذه شو راح تصير عندي هون؟ 10 راديانز بير سكند هلا الصعوبة في البلوتينج الخمسة ما راح تكون بالنص مضبوط شو أسهل طريقة حتى أعمل بلوتينج؟ هاي نقطة مهمة خليني آخذ لوج الخمسة دكتور طب الأول مش 10 صحيح؟ إيش هو اللي مش 10؟ هذا هذا ايوه هو واحد لا لا مش مشكله هلا وين راح يصير عندي 0.1 ريتنس بير سكند؟ راح يصير عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايش هذا راح يكون؟
1 ريجنت بير سكند. احنا مشكلتنا متعودين على لينير سكيل. هلا خلينا ناخذ هون لوكال 5، لوكال 5 بيطلع تقريبا 0.7. بده يكون عندي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 هون رح يكون ال 5. ماشي واحد. هاي شو عملت؟ حتى اطلعها تقريبا اخذت لوج ال 5، لوج ال 5 طلع لي 0.7، يعني هي تقريبا 0.7 اوف ذا ديستانس، واللي بضل هون 0.3. لو بدك تعرف مثلا الاثنين تقريبا وين موجوده، الاثنين تقريبا رح تطلع لوج الاثنين تقريبا 3، مش هيك؟ رح تطلع لي تقريبا عند 3 مربعات، 1 2 3. هاي رح تكون 2 راديانز بير سكند. ماشي واضحه هاي؟ هي بالنسبه لنا صعبه شوي نفكر فيها، مش متعودين احنا على لوغاريتميك سكيلز. اذا هي عندي هلا هون هدول الفريكونسي اللي بهموني، هاي بتهمني الفريكونسي لانه عندها رح يفتحوا خطين، وهاي الفريكونسي بتهمني لانه عندها رح يفتحوا خطين، مش هاي عفوا مش هاي. اذا رح ارسم هلا خط مقطع من هون وهي عندي الزيرو، ورح ارسم خط مقطع من هون وهي عندي الزيرو. هلا من هذا الخط هلا انا عمالي برسم الفانكشن الاولى، الاثنين بعدين بنضيفها، بدي ارسم الفانكشن الاولى والفانكشن الثانيه. الفانكشن هون وين كورنر فريكونسي تبعتها؟ ات اي فريكونسي؟ هاي؟ لا هاي 1 راديان بير سكند، مش هيك؟ هاي 1 راديان بير سكند، رح تكون النقطة هاي اللي بدي اياها، تحت منها رح يكون هذا خط مستقيم، وبعدين عندي 20 دي بيز بير دكيت، هاي 20 دي بيز، بس وين الدكيت؟ الدكيت هون كبير اه؟ فعندي هلا بده يتحرك بين هاي النقطة وهاي النقطة خلال 1 دكيت. فالسلوب تبع هذه راح يكون خلينا نكبر الدي بي سي هون عشان تبين بشكل احسن، راح ارد اغير السكيل من هون، خلينا نحط هون 5، فبصير عندي زد ناقص 5 ناقص 10 ناقص 15 ناقص 20 ناقص 25. اذا خلينا هلا هون ناخذ هي صار عندي هون هي صار عندي ماينس 20 دي بي وهي دقيق. راح ارسم خط بين الاثنين. اذا هذا السلوب تبعه قديش؟ ماينس 20 دي بي بير ديكيت. هذا الخط السلوب تبعه ليش ماينس 20؟ لانه خلال ديكيت قديش نزل؟ 20 ماينس 20 دي بي. اذا السكيل هذا اللي موجود هون هو كل بلوك بيساوي 5 دي بي. اذا هذا بالنسبه لاول خط ماينس 3 دي بي، هذا بيكون ماينس 3 دي بي بوينت، هذه 5 تكون تقريبا هذه هون تكون عندي تقريبا بهذا الشكل. نشيل هاي ونشيل هلا الثاني وين راح تكون الكورنر فريكونسي تبعتهم؟ 5 ريدز بير سكند. نفس الشيء راح ينزل بخط موازي لهذا الخط. هلا لو بدي اطلع حاصل جمعهم وبعدين ايش راح اعمل له شيفت بمقدار قديش لفوق؟ 6 دي بي. اذا بدي اجمعهم لما بجمعهم انا بستعمل لما بجمع الاثنين هلا عندي المنطقه هاي تقريبا راح يكونوا راح يكون عندي هون هيك بهذا الشكل، بعدين راح ينزل بهذا الشكل. ايش راح يصير في السلوب تبعه هون هلا؟ يتغير ل 40 دي بي بير دكيت. 40 دي بي بير دكيت يعني راح يصير ينزل تقريبا هيك، انا راح ارسمها بالنظر. هذا السيستم ايش الاوردر تبعه من الخط الاحمر؟ سكند. ليش؟ طب ما هو هون ماينس 20 دي بي بير دكيت. روح على هاي فريكونسيز وبقيس السلوك، وانت بامكانك لو اعطيتك انا جراف في الامتحان واقول لك طلع لي الاوردر تبع هذا السيستم وين بتروح؟ تروح على هاي فريكونسيز تجيب المسطره تبعتك وبتصير تطلع تشوف هذا خلال ديكيد قديش نزل؟ كم ضغط سكند؟ شو الديكيد؟ بدك تصير تفتش مثلا لو فرض انت اخذت هذا الخط من هون، وين الديكيد بس بروح من هون؟ انت بدك تقيس قديش نزل هذا الخط الاحمر، مش هيك؟ اللي هو الهاي فريكونسي، لانه خلص احنا هذا خلصنا منه وهذا خلصنا منه. قيس طول هيك تمام. هلا سهل عليك اذا بدك الخمسه، ايش قديش دكيت من الخمسه؟ ثلاثة من الخمسة لعشرة 50 50 بروح من الخمسة بفتش وين ال 50 هاي بتكون دكيت مضبوط؟ طيب ليش 50؟ نعم ليش 50؟ لأنه قديش دكيت من عند خمسة؟ الخمسة كيف برفعها للدكيت؟ شو بضربها؟ 10 مش هيك؟ لو انت عندك اثنين مثلا بتفتش على 20 وبتشوف قديش نزل خلال الفتره هاي كم دي بي، المفروض يطلع معك رقم واضح، بصيرش يطلع رقم يعني يا بيطلع 20 يا 40 يا 60 يا 80 اه منه بتعرف الاوردر تبع السيستم بالحال يعني. هلا احنا ما خلصنا، المفروض نضيف لكل هاي قديش؟ سيستم المفروض ارفع هذا 6 بصير عندي هذا هون تقريبا
هذا هو 2 في سين. هذا صار الخط النهائي. طبعا هاي لازم اعملها بس نوع من الفليتنج هيك انها تنزل، بتصير هذه ماينس 3 دي بي بتكون، وصلها بتصير ماينس 6 دي بي، تنزل عن البيتير ماينس 6 دي بي، وهذا السلوك تبعه ناقص 40 دي بي دكيت، وهذا ناقص 20 دي بي دكيت. هاي الخط النهائي. الكي ما راح تاثر على الزاويه مش هيك؟ مين راح يعطيني الزاويه هلا هون؟ هذا راح يعطيني 0.4590 وهذا 0.4590. اذا خلينا نرسم الزوايا بالنسبه للاثنين، نرسم اول شيء بالاسود بعدين نجمعهم بالازرق. عندي كله راح يكون عند النقطه هاي الاول راح يعطيني 45 عند النقطه هاي. الثاني ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني 45 عند النقطة هاي. أعطيه نفس الشيء هلا إذا جمعت الاثنين راح أنزل من هون ناقص 180، مش هيك؟ هاي صارت 99 لأنه هذا الخط الكامل ناقص 90 وناقص 90 شو راح يعطيني؟ ناقص 180 وأنزل هون عند النقطة هاي قديش يجي هون؟ ناقص 45 يكون ناقص 135 عند النقطة هاي. بعدين عندي هون هاي بتكون 45 وهاي بفوق زيرو تقريبا. زيرو 45 بتعطيني ناقص 45. بعدين عندي هون تقريبا زيرو. بكون عندي في المرحلة هون ناقص 90 تقريبا. من زيرو لناقص 180 ومر ب 45 ناقص 45 و90 في منطقه معينه هون راح يمر في 90. اذا هي بودي بلوت تبع هدول التو سيستمز، لاحظوا الكي ما اثرتش على الزاويه بس الكي اثرت على الماجنتيود بلوت ورفعته بمقدار 6 دي. في اسئله عن هذا؟